الا لاحظتوا من شحال هذه ما جبنا منتوجات غريبه في قناه اجين الصبر اللي ما مولفينش كنشوفوها. دونك هذا كنتسرى في جيرباست، انا كندور في لي سيت بزاف، كل اسبوع كنقلب على الجديد اللي كاين، وهذا بان ليا واحد منهم. دونك قلت علاش لا ما نجيبوش نكتشفوا بسرعه. دونك ما تكونش فيديو اللي طويله بزاف، حيت في نفس الوقت خدام على فيديوهات اللي جايين قريبا في الاسبوع المقبل اللي غادي يعجبوكم صراحه. خاصكم لابد تاكتيفيو داك الجرس الصغير اللي كاين فلاشين حدا ابوني باش يبقى يجيكم الجديد، حيت مفيد بزاف. الا ما كانش هو بزاف ديال الناس ما كيوصلهمش لي نوتيفيكاسيون ديال لاشين. مي قبل من هادشي كامل، دونك غادي نديرو فيديو اللي خفيفه وظريفه باش نكتشفوا هاد المنتوج اللي جبت لكم ونشوفوا واش مزيان واش يتسال يتخاد ولا لا. شفتوا هذه شنو هي؟ عباره عن ساقطه اللي قالوا بانها ذكيه، يعني سمارت لوك، وسميتها يي لوك. قالوا بان هذه شيومي، مي ماشي ديال شيومي، هذه شركه اخرى بشراكه مع شيومي هي اللي صوبات هذه. ولا لاحظتوا ما فيها لا بلاصه ديال السروت لا حتى شي حاجه، وهذا اللي كيخليها تكون ذكيه، يعني انها كتكونيكطا مع الهاتف ديالكم، وبالهاتف بلابليكاسيون اللي فيه كتقدروا تحلوا السقطة ديالكم. وهذه اصلا فاش غادي نحتاجوها؟ هي مثلا الى عندنا شي بيبليوتيك، يعني كتحل وكتسد، عندنا شي مجر اللي بغينا نسدوه، دونك هادو كيتركبوا بسهوله. كتركب بهاد جوج ديال لي ستيكر، يعني الا بغيتو ديروها غير مؤقتا وتعاود تحيدوها من بعد الا بغيتو، دونك كتقدروا تستعملوا لي ستيكر. سينو كاين بلاصه ديال الفيسات، يعني تقدروا ديروها بالفيسات وتلصق مره واحده، يعني ما تقدروش تعاود تحيدوها من غير الا حليتو الفيسات. دونك كتجي على جوج ديال لي بارتي، يعني مقسمه لجوج ديال الاجزاء. هذه هي البلاصه اللي كدار الفوق، وهذه هي البلاصه اللي فيها هاد البلاصه ديال الميتال اللي هي اللي كتخرج باش كتقدر تشد في هاد البلاصه اللورانيه. وباش كتخدم؟ كتخدم بجوج حجرات اللور، يعني جوج ديال لي بيل الصغار العاديين، ما عرفتش واش دوبل ا ولا تريبل ا، المهم كاينه بلاصتهم وديجا دايرين فيهم وحدين كيف ما شفتوا، اللي كتحيدو غير واحد الكاريت صغير باش كتقدر تشعل نيشان. سينو من بعد غادي تفكروا في واحد الحاجه، هي انه الا بغينا مثلا نحلوها بالهاتف ديالنا باش غادي نعرفوا انه مثلا شي نهار يتسال الحجر وما تبغيش تحل. دونك هذه حتى انا فكرت فيها، ملي مشيت قلبت لقيت بانه منين كيقربوا الحجر يساليو بمره شنو كدير؟ كتحل بوحدها، يعني هذه البلاصه كتهبط باش تخلي لكم بلاصه ساقطه محلوله باش تقدروا من بعد تبدلوا لها الحجر ديالها. دونك هذه فكره اللي صراحه طلعت لي في بالي، عرفت انتم غادي تسالوها. دونك هذه يعني لقاو لها الحل ديالها، ما غاديش تلقاو فيها شي مشكل. والابليكاسيون ملي كتيليشارجيوها كتكونيكتا لابليكاسيون، يعني التليفون مع هذه نيشان باش بالبلوتوث، وعن طريق البلوتوث يعني كاينه بوطونه وحده كتقدروا تبركوا كتحل. دونك كتاخذ واحد تقريبا ثانيه حتى لثانيه ونص، وعن طريق الهاتف بديك البوطونه كتبقاو تحلوا وتسدوا البلاصه ديال المجر ديالكم ولا اي حاجه، يعني ما كتبانش بان كاع المجر فيه شي ساروت ولا حتى شي حاجه، يعني اللي جاي يحلو ما غاديش يقدر يحلو من غيركم نتوما اللي عندكم لابليكاسيون، يعني غادي تحلوه نيشان بها. هذه صراحه حاجه اللي زوينه، مي واش غادي نبداو نستعملوها ديما؟ هذه هي اللي شويه في شكل، يعني كل مره تبغي تحل التليفون تحل مثلا المجر ديالك خاصك لابد يكون التليفون في يدك. وواحد الحاجه اللي ما فيهاش هي انها قالوا بانها ذكيه ولكن ما كتكونيكتاش مع يعني المي هوم ديال شيومي، دايرين ابليكاسيون ديالها بوحدها. دونك كانت كتكونيكتا مع المي هوم ديال شيومي غتقدروا عن طريق الهاتف ديالكم، ولا مثلا بحال هذا الشكل ديال السبيكر اللي بحال اليكسا ولا جوجل هوم، تحكموا في السقطة ديالكم غير بالهضره، يعني تقول حل لي المجر يتحل بوحدو بلا ما تحتاج كاع تهز التليفون وتبقى تاكتيفي البلوتوث. دونك هذه حاجه اللي كانوا خاصهم يديروها فيها مي ما فيهاش. ونقطه اخرى اللي قريبه لهادشي اللي قلنا دابا، هي انه قالوا الا عندك ويتشات كتقدر هي تكونيكتا معاه مع ديك لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون الا كنتي خارج المنزل ديالك كتقدر تحل السقطه فين ما كنتي في العالم غير بالواي فاي ولا الكارجي. الا كان شي واحد مثلا في المنزل وبغى شي حاجه من المجر وبغيت تحلها ليه عن بعد، كتقدر عن بعد تحكم فيها غير بويتشات، وكتقدر تحكم حتى في الوقت دقيقه ولا نص دقيقه على ما ياخذ داكشي اللي بغا ويتسد المجر. دونك هذه فكره اللي زوينه، مي ما كراش كيف ما قلت لكم كون كانت عن طريق جوجل اسيستون ولا جوجل هوم. مي كيف ما شفتوا كيبقى انه غادجيت اللي ما مولفينش كنشوفوا، يعني فكره اللي جديده الى اي واحد احتاجها غنقدر نخلي لكم الرابط في الديسكريبسيون لتحت، حتى
الثمن باش كنت خديته تقريبا واحد $20، خديته دابا تقريبا شي شهرين. المهم الا لقيتو كيف العاده غادي نخليه اللين ديالو في لا ديسكريبسيون، والا عجبتكم الفكره، الا ما عجبتكمش قولوا لي في لي كومونتير. بغيتو دي برودوي اخرين يا مولفينش كنشوفو في السوق نجيبوهم، حتى هي قولوا لي في لي كومونتير، وروني التفاعل ديالكم كيف ديما باش نزيدو بلاشين اجي نسوق القدام. وكيف ما قلت لكم ان شاء الله هذه فيديو درتها لي خفيفه وظريفه باش ما تقولوش بانني ما لحقت حتى شي حاجه، مي خدام على فيديوهات اللي جايين قريبا قريبا واللي غادي يعجبوكم، فيهم شي حوايج اللي خطيرين، وكاين حتى دي حوايج جداد دي كولابوراسيون اللي جايين في يوتيوب وحتى في انستغرام اللي غادي تلونساو قريبا. يعني اللي ما متبعنيش في انستغرام غادي تلقاو الرابط تحت، دخلوا غادي يكونوا شي حوايج جداد دي جيف واي وبزاف ديال الحوايج اللي غادي يعجبوكم. هادشي اللي كان كنتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير. السلام عليكم.